تعرف على قصة الكثير من مشاهير الإنترنت. مرحبا أصدقائي. الكثير من الشخصيات أصبحت مشهورة على الإنترنت لأنه من المعروف أن ترويج الشخصيات والصور يكون أسهل بكثير على شبكات التواصل الاجتماعي. واليوم سنعرض لك عشرة مشاهير على الإنترنت بين الأمس واليوم. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى أن تترك تعليقك على الفيديو وأن تشترك بالقناة عشرة الطفل ذو قبضة الرمال ربما تكون قد رأيت صورة هذا الطفل الكثير من المرات على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يمسك بعض الرمال بقبضته ويبدو أن هذه الشهرة التي حصل عليها هذا الطفل أنقذت والده من الموت بعد ثمان سنوات حيث أنه قام بجمع تبرعات وصلت إلى 30 ألف دولار من أجل علاج والده من مرض الكلى، واليوم يعيش مع والده حياة جميلة ولا زال لديه متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. 9- طفل البيجاما يعتبر هذا الطفل المرتدي بيجامته مع صورة للشخصية الكرتونية سبونج بوب أصبح رمزا على مواقع الانترنت للحالات المحرجة حيث أن والدة هذا الطفل أرسلت ابنها إلى المدرسة في هذا اليوم الخاص بارتداء الأطفال البيجامة ببدلة غير عادية لاقت الكثير من التعليقات وأيضا تسريحة شعره بطريقة توحي أنه لا زال نائما ثمانية روبرت وادني جونيور يعتبر وجه روبرت وادني جونيور من أكثر الوجوه المحبوبة والتي أصبحت طريقة للتعبير على إجابات لأسئلة مستفزة وكذلك النكات الغير مضحكة لتوحي بتفاهة من يحاول قول أشياء مثل هذه وانتشرت هذه اللقطة بعد فيلم الغرباء الذي تم عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية سبعة فتاة الحريق تم التقاط هذه الصورة لإحدى البنات الصغيرات أثناء قيام رجال المطافي إطفاء منزلها والغريب أن والدة هذه الفتاة كانت بداخل المنزل الذي كان على وشك الانفجار وتظهر هذه الفتاة في مظهر هادئ للغاية ولم يبدو عليها أي انزعاج وكانت الطفلة في هذه الصورة في عمر ست سنوات فقط ستة المواقف الغريبة اشتهرت هذه الصورة للتعبير عن المواقف الغريبة والمشبوهة والأفكار المجنونة التي تظهر في الأفق فجأة واللقطة الشهيرة هذه كانت في مشهد من فيلم مغامرات بيل العظيمة والذي تم إنتاجه في عام 1989 وكثيرا ما يستخدمها الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن خمسة فيلم مملكة الخواتم في أحد أشهر اللقطات والتي تعبر عن الحكمه واتخاذ القرار الحكيم، اتخذت هذه اللقطه من فيلم مملكه الخواتم، والذي قام بأداء هذا المشهد هو الفنان الانجليزي المشهور، واذا كنت تعرف اسم هذا الممثل اكتبه في تعليق لنا على الفيديو، وصاحب التعليق الصحيح سيتم نشر اسمه في الفيديو القادم. 4- الاستمتاع التام في واحدة من أكثر المشاهد المشهورة في العالم التي يستخدمها رواد التواصل الاجتماعي للتعبير عن الاستمتاع والاستجمام هي صورة للفنان جيني ويندر من مصنع الشيكولاتة والذي تم إنتاجه في عام 1971 ميلادية ولكن رغم استمرار هذه اللقطة إلا أن صاحب اللقطة توفي من سنوات قليلة ثلاثة الطفلة المزعجة يستخدم رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصوره للتعبير عن الاستغراب الشديد لامر ما وهي صوره تم التقاطها للطفل كوني في اثناء البث المباشر لها على احدى قنوات اليوتيوب والذي شاهده الملايين من المتابعين اثناء زيارتها لمدينه ديزني وعندما سمعت احدى القصص لاساطير ديزني استغربت للغايه بينما انهارت اختها وبدات في البكاء واصبحت هذه اللقطه مشهوره جدا اثنان طفل المرحاض في صوره استخدمها الكثيرون للتعبير عن مغني الراب الشهير ويرى الكثيرون انه يشبهه كثيرا والصوره تم اخذها من احد الافلام التعليميه للامهات لتعليم اولادهم استخدام المرحاض ويكون في ارتياح اثناء استخدامه والتقطت هذه الصوره من الفيلم وانتشرت بشكل كبير جدا واحد الحكيم الصيني انتشرت الكثير من الصور التي تعبر عن الحكيم الصيني، واصبح لدى الجميع تأكيد ان كل من لديه لحية بيضاء وليس لديه شعر ويشبه الصينيين هو رجل حكيم، ولكن في حقيقة الامر انه اشتهر رجل صيني اسمه موروه يوشيبا وهو الحكيم الصيني الحقيقي، ولكن على حسابه اشتهر الكثيرون، وهم في الحقيقة اشخاص عاديون. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى مشاركته مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي وضغط زر الاعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لدعمنا لإنتاج المزيد من الفيديوهات وأيضا ليصلك كل ما هو جديد لدينا وشكرا للمتابعة